One of the two urns is chosen at random with one as likely as to be chosen as the other. يبقى احتمالية الأول زائد الثاني. Then a ball was drawn from the chosen urn. Urn 1 contains 1 white and 4 red balls. And urn 2 has 3 white and 2 red balls. احنا الأول سحبنا أو اخترنا الأول يا urn 1 أو 2. ونفس الاحتمالية يبقى عندنا هنا نص وهنا نص. بعدين سحبنا من اللي اخترناه كرة واحدة فاحتمال تطلع وايت او ريد. في القرن الاولاني كان واحد وايت واربعة ريد يعني واحد على خمسة اربعة على خمسة. الثاني اتنين لا تلاتة واتنين يبقى تلاتة واتنين على خمسة. بعدين بيسألني بيقول لي افرد ريد بول از درون. يبقى الكونديشن بتاعنا ان هو ريد. طب ايه اللي يبقى وات ذا probability ذات ات كيم فروم ارن 2 ده الايه المطلوب هنا ارن 1 او خلينا نقول ايه وخلاص. ولازم طبعا اي 1 زائد اي 2 يساوي واحد لان اما هنسحب من ارن 1 او من 2 اكيد فمجموعهم بعد شويه لازم يطلع واحد. طيب احنا عايزين البروبابيلتي ان يكون اتسحبت من ارن 2 جيفن ان هي ريد يعني تقاطعهم مع البي اوف ريد. يلا نحسب تقاطعهم ارن 2 اللي هو ده لو احنا عايزين ريد التقاطع ده مع ده يبقى ارن 2 ريد يبقى نص ضرب 50 تقسيم الريد برضو نص ضرب 50 لسه في مسار تاني اللي هو ده نص في 4 على 5. طبعا المقامات كلها واحدة عشرة وبالتالي بقى اتنين على ستة يعني واحد على تلاتة. طيب هنا محتاجين من ارن 1 جيفن ان هو ريد. طبعا المقام مش هيختلف البسط هو اللي هيختلف. ارن 1 مع ريد اما تحت هيكون البي اوف ار اللي هي دي نفسها. وبالتالي فوق ارن 1 اللي هو ده مع ده نص في 4 على 5 تحت نفس دي اللي هي 2 مع 6 6 على 10 يعني 4 على 6 اللي هي 2 على 3. ونلاحظ ان لو جمعنا البروبابيليتي ان احنا نسحب كرة حمراء من ارن 2 مع البروبابيليتي ان احنا نسحب كرة حمراء من الارن 1 لازم مجموعهم يساوي واحد.